أول نقطة في هذه الخطبة أن قراءة القرآن توسع الرزق. البند الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحد أصحاب رسول الله سمرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: صلاة الليل وصوم الهواجر. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: كثرة الذكر والصلاة عليه تنفي الفقر. كثرة الذكر والصلاة عليه تنفي الفقر. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: من أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير والعليل والضعيف وذا الحاجة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد طلب الخير من مكامنه. طلب الخير من مكامنه، يعني أنت حينما تصلي على النبي تذكر كماله، تذكر ورعه، تذكر استقامته، تذكر حبه لله، فإذا اقتديت به استحققت أن يوسع الله عليك في الرزق. حديث آخر روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، يعني الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت. قال: وإن زدت؟ قال: فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت. وإن زدت؟ قال: فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت. وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا كلام المعصوم، هذا كلام سيد الأنبياء والمرسلين، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى. أيها الإخوة، في مفهوم سلبي كي ترضى بالرزق، قال: ذكر الموت. مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس من مجالس الأنصار، رآهم يمزحون ويضحكون، طبعاً مزاحاً بريئاً ومشروعاً، لكنه أراد أن يعظهم. قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه لم يكن في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. أنت حينما تفكر أن نهاية الحياة الموت، وأنه ينتقل المرء من القصر إلى القبر، فإذا كان في بحبوحة كبيرة رآها زائلة، وإن كان في قلة رآها موقتة. لذلك ورد في بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. لا يدخل ذكر الموت بيتاً إلا رضي أهله بما قسم لهم. يعني بالنهاية إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، يعني ما في عليه مذكرة بحث غير ملاحق غير مطلوب للعدالة. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا البند في الخطبة طابعه سلبي، إنك إن أيقنت أنك سوف تموت ترضى بما أنت فيه. أيها الإخوة، أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الصبحة تمنع الرزق، وفي رواية: تمنع بعض الرزق.
والحديث المألوف والمشهور بورك لأمتي في بكورها. والذي يؤلم أشد الألم أن الغربيين في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا تبدأ الحركة الكثيفة بدء من الساعة الخامسة صباحاً. كنت قبل أسبوع في مدينة بفرنسا، والله الساعة التاسعة مساءً ما وجدت إنسان في الطريق، ولا إنسان، في مدينة كبيرة ينامون باكراً لترتاح أجسامهم، وينهضون باكراً إلى أعمالهم ليركزوا في أعمالهم. نحن أحق بهذا منهم، نحن للساعة واحدة، اثنتين، ثلاثة، ما في شيء يبدأ قبل الساعة 12 ثاني يوم، لا في المكاتب ولا في المحلات التجارية، كل شيء لسه المعلم ما أجا، للساعة 12 ما في حركة. هؤلاء الذين يعمل الواحد منهم ثماني ساعات في بلاد نامية، يعمل الإنسان 27 دقيقة، وفي بلد آخر 17 دقيقة، وفي بلد آخر أقل من دقيقة. لا تصدق أن تستطيع أمة يعمل أفرادها بالدقائق أن تنتصر على أمة